السلام عليكم، مرحبا بكم طلبتنا الأعزاء في درس التصميم الميكانيكي مقدم إلى طلبة الصف الرابع فرع هندسة الميكاترونكس والروبوت للعام الدراسي 2020-2021 الكورس الأول. هذا الموضوع أو الدرس يحمل كود نمبر CSE ME443. معكم الدكتور حازم حاتم الزبيدي، ونبدأ بالمحاضرة الأولى إن شاء الله، Introduction to Mechanical Engineering Design. طبعا موضوع التصميم ومن المواضيع المهمة في تخصص الميكانيك وكذلك الميكاترونيكس اللي جزء من نشاطاته هو الميكانيك. لذلك مهندس الميكاترونيكس يحمل صفتين أو نوعين من المعلومات اللي هي الميكانيكية والإلكترون. طبعا الدرس مالتنا يعتمد بشكل رئيسي على شيغليز ميكانيكال انجينيرنج ديزاين الطبعه العاشره، واكو مصادر اخرى ان شاء الله في لسته منفصله راح نحاول انه نذكر لكم اياها. هاي المحاضرة الأولى والثانية اللي هي Introduction to Mechanical Engineering Design. نعطي تعريف للماشين ديزاين أو التصميم الميكانيكي. Is the creation of new and better machines and improving the existing ones. يعني هنا عملية التصميم الميكانيكي هو عملية خلق لمكائن جديدة أو لتحسين المكائن الموجودة، يعني نسوي بعض الامبروفمنت على ماكينة معينة بها خلل أو نغير بالموديل مالتها أو نعطيها بعض الإمكانات الأخرى. هاي كلها تصب في موضوع التصميم. A new or better machine is one which is more economical in the overall cost of production and operation. هنا الماكينة الجديدة أو الماكينة الأفضل اللي نسوي لها تصميم يجب أن تكون أكثر اقتصادية والسعر الكلي بالنسبة للإنتاج والتشغيل يكون أيضا اقتصادي. The process of design is a long and time consuming one. إذا عملية التصميم هي تتطلب وقت وجهد طويلين. From the study of existing ideas a new idea has to be convinced. لذلك احنا يعني ممكن انه نعتمد على يعني افكار يعني موجوده ونبدا من خلالها نستنبط افكار جديده للتصميم. لذلك دائما تصير عندنا تحسينات في عملية التصميم. إذا تأخذ مثل يعني على سبيل المثال بالنسبة للميكانيك مثلا البودي مال الموبايل أو البودي مال السيارة دائما تجرى عليه بعض التحسينات مع الموديلز، يعني سنويا الشركات تسوي بعض التعديلات على الأجزاء مهمة من شنو؟ من السيارات مثلا أو الموبايلات أو التلفزيونات وهكذا. The idea
is then studied, keeping in mind its commercial success and given shape and form in the form of drawings. لذلك الفكرة هنا تدرس مع الـ يعني الأخذ بنظر الاعتبار النجاح التجاري والشكل الناتج بحيث أنه إحنا نحول الفكرة إلى مخططات ممكن أنه التعامل معها من ناحية الهندسية من ناحية التصنيع أو التنفيذ أو التجميع أو الفحص. In the preparation of these drawings, care must be taken of the availability of resources in money, in men, and in materials required for the successful completion of the new idea into an actual reality. لذلك هنا لازم يؤخذ من الاعتبار في تحضير هذه المخططات أنه لازم تكون أشياء متوفرة منها المبالغ التي يتطلبها هذه الفكرة الأشخاص الذين يقومون بتنفيذها والمواد المتطلبة لإنجاح هذه الفكرة إلى واقع حال أو إلى تصميم أو إلى جزء واقعي. In designing a machine component, it is necessary to have a good knowledge of many subjects such as mathematics, engineering, mechanics, strength of material, theory of machines, workshop processes, and engineering drawings. لذلك احنا يعني المصمم انه في عملية تصميم المكائن او اجزاء مكونات الماكينة لازم انه تكون عندنا knowledge بمواضيع متعددة اللي هي ذكرت. Classifications of machine design. هنا تصنيفات تصميم المكان أو التصميم الميكانيكي. The machine design can be or may be classified as follows. عندنا هنا أنواع أو تصنيفات التصميم اللي هي تبدأ ب الأدابتيف ديزاين اللي هو التصميم المهيئ أو المتكيف أو التصميم التكيفي. طبعا هذا في معظم الحالات يتعلق عمل المصمم بهذه الحالة يعني التصميم التكيفي بتعديل التصميمات الحالية يعني اكو عندنا تصميم موجود ونبدأ احنا نسوي تعديلات على هالتصميم. هذا النوع من التصميم لا يحتاج إلى معرفة أو مهارة خاصة ويمكن أن نحاول تنفيذه من قبل المصممين بإجراء التدريب الفني العادي. هنا يقوم المصمم فقط بإجراء بدائل ثانوية أو تعديل طفيف يعني هذا هو تعديلات طفيفة تتم على التصميم أو إيجاد بديل للتصميم الموجود حاليا. النوع الآخر اللي هو الـ Development Design اللي هو تصميم التطوير لنطور فد شيء معين. طبعا هذا النوع يحتاج إلى تدريب علمي كبير وقدرة على التصميم من أجل تعديل التصميمات الحالية إلى فكرة جديدة من خلال اعتماد مادة جديدة أو طريقة تصنيع مختلفة. يعني على سبيل المثال يعني لو نلاحظ تصميم غسالة تعمل بواسطة الماء فقط للتنظيف يعني الماء يعوض عن المنظفات ما تحتاج في عمل هالغسالة هاي إلى منظفات لذلك هي الغسالة موجودة كانت تعمل
بالماء والمنظفات إضافة المساحيق التنظيف، تم تطويرها لأنه تنفذ عملية الواشنج بدون استخدام المساحيق. طبعا هذا أكيد راح ينطفد جذب كبير للزبون، أنه أنت بعد المساحيق راح تستغني عنها وتحصل على كفاءة غسل معادلة للكفاءة باستخدام المساحيق. أو تصميم سيارة تعمل بالطاقة الكهربائية أو الطاقة الشمسية بدلا من الوقود. إذن هذا في التصميم، يعني السيارة موجودة لكن أنت سويت التصميم جديد لنفس الأداء العمل، يعني سيارة أنه تحتاجها في القيادة أو في السير أو لإنجاز بعض المهام، لكن أنه التغيير التصميم لفكرة جديدة أنه تم بدل أنه تستخدم وقود راح تستخدم طاقة كهربائية. النوع الآخر اللي هو New Design أو تصميم جديد، يحتاج هذا النوع من التصميم إلى الكثير من البحث والقدرة التقنية والتفكير الإبداعي، لأنه هاي فكرة ما موجودة، يعني مو أنت عندك فشي تطوره. تصميم جديد يعني ماكو فشي صاير قبل، إذا تسوي أنت هالفكرة هاي وتبدأ تروج لها وتبدأ أنه تدخلها للسوق وتأخذ عنصر المخاطرة أنه هل راح يتم قبولها أو لا، فلذلك هذا العمل يحتاج إلى قدرة تقنية عالية وتفكير إبداعي. بالنسبة للتصاميم يمكن تصنيفها حسب الطرق المستخدمة أو التي تعتمد عليها، وهنا عندنا عدة طرق أو تصنيفات، اللي هو أولاً الريشنال ديزاين أو التصميم العقلاني، يعتمد هذا النوع من التصميم على الصيغ الرياضية لمبدأ الميكانيك، يعني المعادلات تخلي العمل مالتك على شكل صيغ رياضية، صيغ رياضية لبناء التصميم. النوع الآخر اللي هو الامبيريكال ديزاين أو التصميم التجريبي، هذا النوع يعتمد على الصيغ التجريبية بناء على الممارسة والخبرة السابقة. إذن الأول ثيوريتيكال 100%، لكن هذا الثاني يعتمد على شنو؟ تجارب، صيغ تجريبية وخبرة وممارسات. النقطة سي أو ثالثا Industrial Design أو التصميم الصناعي، يعتمد هذا النوع من التصميم على جوانب الإنتاج، يعني هو الصناعة مرتبط بالصناعة، يعني مثلا تصميم خط إنتاجي، تصميم مكون في آلة معينة، تصميم ماكينة، ماكينة قشط، ماكينة تفريز، خط كونفير لنقل المواد اللي راح لها الخط الإنتاجي، اللياوت مال الخط الإنتاجي، هاي كلها هي تدخل في التصميم الصناعي. النقطة الأخرى اللي هي التصميم الأمثل اللي هو الأوبتيموم ديزاين، هذا يعتبر أفضل تصميم لوظيفة موضوعية معينة في ظل القيود المحددة. طبعا ماكو تصميم هو يكون يعني مطلق، لازم أكون عندك قيود. القيود شنو المفروضة عليك؟ يعني أنت مثلا هسه تصميمك تشتغل، هل أنه المادة اللي تصممها تشتغل في وسط حراري، معناتها لازم أنت تصمم مادة مقاومة للحرارة، وإذا صارت حرارة هل أنه أنت التصميم مالتك يتطلب أنه تستخدم مواد لمنع التأكسد مثلا للمادة، أو تجيب مواد أصلا تستخدمها أو تختارها هي تكون مضادة للأكسدة وهكذا. عندنا السيستم ديزاين،
طبعا هذا يتعلق بالأنظمة الميكانيكية المعقدة مثل السيارة. محرك السيارة نفسه هو هذا في النظام ميكانيكي معقد، فلذلك هذا يعتبر تصميم يدخل في جانب تصميم النظام. الألمنت ديزاين يعني عنصر واحد، تصميم العنصر متعلق بتصميم أي عنصر في النظام الميكانيكي، يعني هذا يعتبر جزء من السيستم ديزاين. الألمنت ديزاين ماشين ألمنت، والألمنت عنصر واحد. العنصر واحد مثلا عندك الجير عنصر، مثلا الشافت عنصر، مثلا الفلانش عنصر، السبلاين عنصر، الويل عنصر، وهكذا. فكل البستن مثلا، الكونكتينج رود، الكام شافت، الكرنك، هاي كلها تعتبر إليمنتس. فالإليمنتس هاي مجموعها راح تشكل لك سيستم. النقطة جي اللي هي كمبيوتر ايدد ديزاين، أو التصميم بمعاونة أو المعان بالحاسوب، أو التصميم بمساعدة الحاسوب. طبعا يعتمد هذا النوع من التصميم على استخدام أنظمة الكمبيوتر، يعني عندك سوفتوير وداخل وده تسوي سيموليشن للتصميم مالتك، تعرضه للإجهادات أو الحرارية أو الإجهادات الميكانيكية داخل السيستم، وتبدأ تسوي تحليل وتشوف اختيارك للمواد هل أنه يكون مقاوم أم لا، وتقدر أنه تسوي أي موديفيكيشن عليه أو أوبتمايزيشن على التصميم من خلال البارامترز، تغييرها من خلال تغيير الأبعاد، من خلال اختيار المادة وهكذا.